صباح الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي بابس معاكم احمد التومي. ده على ما اعتقد الجزء السابع يا جماعه. احنا وقتي عند شيل اوت، يعتبر ايه راس الحكمه، وهو كمين ايه كمين واقف اهو. ده مش لدار، بس طالما ما فيش في ايده ورقه ومش كاتب لسته تمام، فبيبقى في الاغلب ايه، في الاغلب مش لدار، وبيبقى ايه نقطه ايه نقطه تفتيش، بيتشك على الرخص سليمه منتهيه كلام من ده. طبعا اللي ورقه سليم ورخص سليمه ما عندوش مشاكل. عامل ايه يا رئاسه؟ الله يقويك. الله يسلمك يا رئاسه حبيبي يا رئاسه. اهو الراجل شاكرا متفضلا بص في الرخص على التواريخ، لقاها ساريه، قال لك الحمد لله على السلامه، وقال لك اتفضل. ويمكن احنا قابلنا مع بعض كمان كتير صورناها كانت بتبقى بنفس الشكل. لدار جاي اهو يا جماعه على اليمين. ادي العربيات دي واقفه بيريحوا، فاتح الكبوت اهو شكله ايه، بيبرد المكنه، ممكن تكون سخنت منه شويه. وادي اللدار اهو على اليمين. بتاع قهوه، وكان في عربيه قهوه برضه واقفه قدام البنزينه بتاعت شيل اوت اللي كانت عند الكابين، فيها بنزين وفيها سولار، فولت منها انا من كام يوم كويس. وادي واحده تعاون تانيه اهي على اليمين.
دلوقتي المحلات والأنشطة التجارية اللي جوه دي زي ما نوينا قبل كده بتاعة العرب اللي ساكنين هنا، القبائل بعضها فاتح وبعضها قافل. يعني هو في ماركت اهو على يميننا فاتح، عنده حاجات، حاطط تلاجات اهو، عنده حاجات ساقعة وعنده سناكس وكلام من ده. واحد تاني اهو بعد منه. يعني بنشجع الناس برضو انها ايه، انها تقف تشتري من عند الناس دي. يعني وقفت في البنزينة تمام، يعني فوت البنزينة اقف اشتري، اسعارهم عادية. يعني انا وقفت بدل المرة 10 اشتريت من عندهم حاجة كتير، اسعاره زي اسعار اسكندرية والقاهرة، الحاجة الساقعة بتمنها والشيبسي بتمنه وكل كل المنتجات يعني العادية اللي احنا بنشتريها بتمنها. هو ما بيزودش، مش مزود، ما قابلتش يعني قبل كده بصراحة، مش مزود عليك حاجة يعني. بس هتبقى عملت له نوع من انواع الرواق شوية، يعني ان هو فاتح معتمد على السيارات المرة وفي وامن وامان، يعني ما مش هيخطف. ما تقلقش، في بعض الناس بتقلق انها تقف، لا ما تقلقش اقف وما مش هتقابل مشاكل بإذن الله. ليه؟ لأن هو فاتح عشان يبيع ويشتري، مش فاتح عشان يعمل مشاكل. وناس ودودة يعني، وناس طيبين. سوبر ماركت حمزة، وبعديه بتاع فراخ. نأمل إن الطريق ينتعش كده ويبقى كله أنشطة تجارية، ويبقى الكثافة عليه كده زي اسكندرية القاهرة الصحراوي. نأمل نشوف ده في يوم من الأيام. يعني 7 كيلو.
التقيل اهو خف خلاص يعني، يمكن كان في كثافات كده ناحية مارينا والعلمين شوية، انما دلوقتي في المواصلة اللي هي بعد راس الحكمة كده والمنطقة بتاعت سيدي حميش والحتة دي مفيش بقى، كل اللي ماشيين قدامنا هم 4 عربيات. جاي بينور اهو، شكل فيها الاضاءة طالما جاي ايه جاي عمال بيقلب في نور كده يبقى في الاضاءة، احنا كده كده مش شاغلين بالنا يعني، لما بتبقى ماشي بالسرعة القانونية ما بتبقاش ايه، ما بتبقاش مهتم بقى بايه بالادارات وبالحاجات دي. تاني اهو بس الدخلة بقى هما ما عملوش دخلة قبليه، هما عملوا الدخلة بعديه بحاجة بسيطة يعني هنشوفها مع بعض. بص اهو التأمين قاعد الناحية التانية اهو على طلعة الكوبري، قاعدين تحت اليافطة في الظل طبعا، لأن هنا هي الله يكون في عونهم يعني هو واقف بيتشوي. بصوا قرى العبد وسيرفر ساند وكيلوباترا التلاتة اهو دخلتهم ايه، دخلتهم من هنا يا جماعة. المفروض ان انا اخش من الدخلة اللي ورا دي بس خلاص، طالما عديت ما تجيبش بظهرك يعني، المفروض ان انا رايح هنا سيدي حميش يعني رايح ناحية قرية العبد كده، فكان المفترض ان ايه ان انا اخش من الدخلة اللي فاتت دي، فكده يا اما هنلاقي دخلة بقى واحنا ماشيين كده مع بعض، يا اما هنضطر نروح ناحية الكوبري اللي جاي ونرجع بقى ايه من عنده.
اكتفي بهذا القدر من الوقت من الفيديو. استاذنكم اللي عجبوا الفيديو اشتراك ولايك وشير، تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش يقول لي في التعليقات ما عجبكش ليه، ونشوفكم في فيديو جديد. والجزء ايه التامن باين على ما اعتقد يعني. مع السلامه.